ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس يتساهل في الركعتين اللي بعد الصلاة بعد الفرض، يصلي الفرض ويمشي الركعتين. أقسم بالله لو تدري إيش فضلها ما تتركها. أبعطيكم بس فضلين كده بسرعة. الفضل الأول سبب لمحبة الله، إنه إذا صليت هذه السنن الله يحبك، هذه تكفي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. السبب والفضل الثاني بالعامية سبير لك يوم القيامة، رصيد لك يوم القيامة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إذا صلحت وإذا فسدت. فإذا كان في الصلاة نقص، الله يقول للملائكة انظروا هل له من تنفل، عنده نوافل يصلي سنن، فهذه تسد هذه، هذه تكمل النقص في هذه، فيكون لك رصيد. إحنا أصلا مقصرين في الفرائض، فدائما جيب النوافل، خلي لك رصيد من النوافل، أقسم بالله تحتاجها يوم القيامة.